أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة وملخص أحداث الحلقة 28 من مسلسل المداح أسطورة العودة. لكن ياريت قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونعمل لايك للفيديو وتشرفونا باشتراككم في القناة. الحرب قامت يا بني الإنسان والشر مادد إيده في ماضينا وهيعيد شريط آدم مع الشياطين. الشياطين خلصت على بعضها، مليكة تمردت على قزح والنمرود وقزح حبس مليكة تاني في البوابة بتاعتها، والخاتم كان لازم يتسحب من المداح علشان يثبت للناس ان القوة في الايمان بالله والقرآن فقط ومش في الخاتم او تميمة. اما عماد فكان موجود بعد ما قزح ومليكة والنمرود اختفوا، وده اكبر دليل على مساعدة عماد لصابر واهله، وهو اللي قدر يقلب سميح على مليكة لما قال له ان مليكة بتعصي الاوامر، اما رحاب فهترجع لصابر ومفيش جواز بينها وبين سميح. الامر خلاص اكتمل، ودي غير صدفة عادية في المسلسل. مع اكتمال الامر بتزيد قوته او بتزيد قوة الخير على الشر، وكمان بتضيف فيها الجن والشياطين. والمداح وصل للسر خلاص وقدر يعرف مين الشخص اللي كان بيساعده. زي ما قلت جد صابر هو اللي هيساعده، وقال الورث هو السيف زي ما توقعنا برضو، في السيف اللي هيقضي بيه على قزح وباقي الاعوان. ولازم نكون عارفين ان السيف ده بيحاكي السيف اللي بياخده سيدنا عيسى عليه السلام وبيقتل بيه الدجال وبيذوب زي ما الملح بيذوب بالظبط. اما المسلسل اوشك على النهاية والحرب زادت واشتدت، وخصوصا بعد حبس مليكة والأسرار بدأت تنكشف خلاص، واحتمال كبير جدا تكون دي النهاية والبوابات كلها تتفتح عن طريق الخاتم اللي موجود مع قزح، وتبدأ الحرب مع صابر ويقضي عليهم كلهم بالسيف في الحلقة الأخيرة. لو كان في جزء خامس هيكون في ظهور لشخصية جديدة جدا في آخر المسلسل بعد القضاء على قزح والنمرود، وكمان هيكون اسمه الهيكل الكبير في عالم السحر، وأكيد في ناس كتير تعرف مين هو الهيكل. المسلسل بيثبت لحد دلوقتي ان الجزء ده نهاية قزح وان مفيش قزح في جزء تاني. انتظروا ظهور شخصية جديدة جدا كمان اخر حلقتين. ده كان ملخص احداث الحلقة 28 من مسلسل اسطورة العودة. لو انت مكمل معايا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة. سلام عليكم.